أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وسأتحدث معكم قليلا في هذا الفيديو لأنه بصراحة لا توجد أخبار لأنزلها، فقط هذا الفيديو سأعتبره كدردشة لا أقل ولا أكثر. المهم، البارحة تم تنزيل العديد من الصور لخليل إبراهيم جيهان من موقع التصوير لسلسلة أستيلا المتسخة من حساب إنجينو، وكان برفقة كاست العمل. يبدو أنه يوجد حفل خاص بالمسلسل وكانوا يقومون بالتصوير في أواخر الليل، والعديد لاحظوا أن تيشورت خليل إبراهيم جيهان متسخ بالدماء، يعني توجد دماء على تيشورت مراد. من الممكن أن التصوير سيبدأ بالحفل وستكون بداية المسلسل بانتحار أخت إحدى الخادمات والتي هي أيضا خادمة. المهم، أختها هي التي تعمل عند مراد وإيلين، والعديد يعني سيظنون أنها عملية انتحار ولكن ستكون جريمة قتل. ومن الممكن أن خليل حاول إنقاذها وتم تلطيخ ملابسه بالدماء، لا نعرف، وبصراحة أنا لا أراه أنه دم، أعتقد أن شيئا ما مسكوب على ملابس مراد، ولكن العديد يظنون أنه دم. المهم، كل شيء سوف نراه يعني عند بث المسلسل، سوف نعرف هل هو دم أم شيئا آخر. المهم أصدقائي، نتمنى لكاست العمل التوفيق إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي، الصحفي دينيس توران نزل اليوم تغريدة لحسابه الخاص يؤكد على أن سلسلة أستيلا المتسخة سيبدأ يوم الأحد، وقال تسديدة قوية من فريق أستيلا المتسخة، أظنها يوم الأحد لكن لننتظر ونرى. وجانسو شوهدت في إحدى مراكز التسوق وقالت إن بت مسلسل أستيلا المتسخة سيبدأ نهاية هذا الشهر. بصراحة لا نعرف الرد الواضح عن بث المسلسل، ولكن سيعرض أكيد اليوم بالضبط الذي سيبث فيه مسلسل أستيلا المتسخة قريبا إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي الفانز نزلوا فيديو لسحر وهي موجودة في المستشفى أثناء خطف يوسف، ونزلوا أيضا فيديو لنانا أثناء خطف يوسف وهي أيضا في المستشفى، وبدأوا بالمقارنة بين سحر ونانا. أولا يعني أمر محرج للغاية أن يتم مقارنة سيلا بنانا، لأنها لن تكون يعني مكان سيلا ترك أغلو مهما حاولت، وكل شيء هو نسخ ولصق، يعني كل شيء تكرار. الشيء المضحك هو أن نانا لا يمكنها تقليد سيلا على الرغم من محاولتها أكثر من مليون مرة، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا، وليس هذا فحسب بل كرهت الجمهور فيها وعملت يعني سيرك من قصة خيالية جميلة. يعني لا يمكن أن نقارن قيمة الموهبة مع تقليد بلا كرامة. نانا تحتاج إلى الذهاب إلى مدرسة التمثيل لتتعلم التمثيل، يعني عار أن يتم المقارنة بينهم، لأن سيلا لا تقارن نهائيا بنانا، لأنهم لحد اليوم لا يعرفون أن يصنعوا النجاح مثل ما فعلت سيلا ترك أولو. وأخيرا أصدقائي، كالعادة أتحدث عن تقييمات الأمانة في آخر الفيديو، حيث رغم تكرار المشاهد الخاصة بسيلة ترك أغلو ومحاولة يعني التصنع، التقييمات لا ترتفع في جميع الفئات. الأغلبية يعني أغلبية الفئات مستقرة في الصفر وتعودت على الأصفار لا تتغير، حيث في فئة التوتال حصل على 1.39 وفي فئة إبي حصل على 0.48، أما في فئة إبي سي 1 حصل على 0.66، وكما تروا يعني الفئات الأخرى تعودوا على الأصفار. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.